حياكم مجددا مشاهدينا من فن تصميم لفن الرسم. اليوم معانا يعني رسام جدا مميز شفناه من خلال لوحات مميزة. أيضا هو الرسام وسام ترحيني اللي للأمانة شفنا لوحات أنا اليوم صراحة كثير انبهرت بها. خليني أرحب فيك أستاذ وسام. أستاذ وسام، اليوم خلينا نقول الرسم هي تيجي موهبة من رب العالمين، وهي تيجي يمكن أن الواحد يمسك ريشة، كلنا بنمسك ريشة، بس هذه الموهبة وهذه النعمة اللي ربنا بيعطينا إياها يعني من جد شيء جدا غالي علينا، ويا ندعمها بالدراسة يا ممكن تكون الواحد إذا كانت هذه هواية من جد من بالفطرة ممكن يبتدع فيها وممكن يعمل كل الإبداع فيها من غير ما يثقلها بالدراسة أو يدعمها بالدراسة. الدراسة كتير مهم، كتير مهم، بس مش مهم قد ما هي الموهبة عند الشخص. الدراسة إنه تعطيك التكنيك تبع إنك ترسمي، بس اللي هو الأكثر الموهبة زيت عند الشخص. في كتير عندهم مواهب رسم بس لحد معين بحبوا يرسموا، بس ما عندهم الهواية الموجودة من جوة حتى يخلق تابلويات، لحتى يتقدم، لحتى يشوف اشياء اكثر من هيك. هذه بتصير بالموهبه مش بالدراسه. بالفعل، بس الدراسه مهمه تاخذي التكنيك، تتابعي لوحات لغيرك، تقري عن فنانين بالعالم، يعني هذه كثير مهمه، وبتتعلم التكنيك الالوان، تتعلم يعني قواعد يعني الرسم ضروري. انصدم لما اشوف في ناس مثلا ما عندهم يعني ما عندهم يمكن خطة في حياتهم انهم يدخلوا تخصص معين في الجامعة، بيقولوا خلاص حنخش رسم، بيفكروا شيء سهل، يقولوا هلا حدخل رسم ويتخرج منه، بس هو ما عنده هذه الروح او هذه المحبة للوحة. يعني زي ما انت يمكن عندك مقدر اللوحة وبتفتش على ديتيلز فيها غيرك. نعم، هيدا الشيء صار معي بوقت اللي انا كنت عم بتعلم، فت على الجامعة، فت على المعاهد، اجمالا ثلاث ارباع التلاميذ بالجامعه فاتين ما كنت شوفهم بصفوف، كانت صفوف الارت فاضيه ما في حدا. بس مثل ما قلتي مزبوط، انه يفوتوا انه ما عم فات على الجامعه عم بيعمل فاين ارت، انه فاين ارت ماشي ما بدها دراسه، حتى ما بدها تكلفه كثير ماديه، بس ما كنت شوف حدا. فعلا في ناس، لا في ناس هلا تغيرت، صار بتروح على الفاين ارت بتلاقي صفوف مثلاني تغير عن قبل. قبل ما كان في اهتمام، هلا صار في اهتمام للارت منيح، صار في تلاميذ منيح عم تطلع، في رسامين كثير منيح عم تطلع. نعم، أستاذ وسام جنبك، ريتك تحكينا عن قصة هذه اللوحة، لأنه من جد لوحة معبرة جدا. هاي اللوحة كتير بتعني لي وقت رسمت هالتابلو ما كنت قاصد عم برسم هذا اللوحة، بس ريتهم لو يكبروا الصورة. لأنه في لها قصة ولها حكاية، وفي هنا يمكن بنشوف خيال امرأة. فيها قصة. وقت اللي كنت عم برسمها هي من أول لوحة يلي وقت فكرت انه بدي بلش اعمل اشتغل بمهنة يلي انا ماطرها كل حياتي بدي بلش فيها، كانت هي اول تابلو بعملها. بتعني لي وما كنت قاصد باللي انا عم شوفه. يا ريتهم بس لو ياخذوها بشكل اقرب علشان تبين، لانه الا كنت عم بعمل هيك مثل الغابة وطلع معي منظر عين، بس طلعت هيك شفت خيال وجه موجود بالتابلو مطرح ما انا عم برسم. وبوقتها كنت عم بفكر بشخص كان موجود، هالشخص هيدا، انه اثنين دمجوا ببعض. ضليت عم كمل مع انه الرسم الوجه بدي يكتبر، بدي تعمل خطوط بالقلم الرصاص حتى تقدر تعمل الحدود بين المنخار والتم والعيون. انا لا، ضليت مكمل فيها كانه عم كزل الوجه كانه عم برسم. ورجعت بعدين حطيت المرأة، لقيت طلعت هيك، لقيت في شيء مني روحي فيها اللوحة. ومن أكثر اللوحة يلي كتير عندي مطلوبة، وأنا يعني شوي بخيل عليها، ما ببيعها، ما تبغى تبيعها أبدا. كتير ناس بتجي لعندي بتقلي إنه بليز إنه حطلنا إياها على الواجهة حتى يشوفوها. فيها كتير إشي، إذا بتقعدي بتفكري فيها بتتغير الوجه، يعني إذا بتباعد بتتغير، إذا بتقربي بتتغير الوجه تبعها. والوجه إلهي تبعها كتير بحبوه. لا كثير، هي يعني لوحة مميزة. أنا سألتك يمكن تحت الهوى أستاذ وسام إنه ليش ما تعمل طيب زيها؟ ليش ما تحاول ترسم شيء شبهها؟ لأنه حلوة. قلت لي هي إحساس حرام، ولا ممكن تقدري تعملي بالتابلو. في الألوان وقت نحن بنحطها
على التابلو ما منفكر انه من شو هالالوان. عم نحط الوان ما فينا نقدر نحط نفس الاحساس نرجع نحطه بعد ساعتين ولا صح. بعد ثاني يوم بنفس اللوحه. بس حاولت اعمل وحده قريب لقد ما طلبت مني. حاولت اعمل وحده بس على وومن اكثر من فيس زلمه. كمان عملتها بس شوي غير عن هاي بما بعرف اذا بتبين الحين حنشوفها يمكن موجوده من خلال الصور. لكن خلينا نتكلم كمان عن اللوحات اللي موجوده عندنا في الاستوديو. بنشوف هنا يمكن السكسفون. هيدا التكنيك شوي كمان غير عن هيدا التكنيك اللي قبل، لانه كمان قلت لك بالارت في عده تكنيك. في بترسمي بالمشحاه، في بترسمي بالسكين، بترسمي بالريشه. هيدي تقريبا فيها كثير اشياء، فيها معجون، فيها بنتير، فيها حفر، فيها حفر باللوحه. بتحسي الشخص اما الساكسفون فعلا طالع منه الموسيقى يعني. كمان من اللوحات اللي حلوه كثير وتكنيك تبعها كثير بحبه. كثير حلو. ايه التكنيك تبعها كثير حبيته. يعني انا شايفه كل لوحه لها تكنيك. اكيد. وسام، هذه اللوحه ايش تكنيكها؟ هيدي قريبه لهي. هيدي شوي بين الابستراكت وبين انه تشيل الواقع يلي هو البابيون. هي هاي بس الباك جراوند تبعها كثير بحبه، لانه هذا بيجي عفوي. يعني دائما الاشياء اللوحات العفويه اللي بنشتغلها بتبين اكثر، بتطلع معنا احلى من اللوحات اللي بنكون اخذين نرسمها. وفعلا دائما ثلاث ارباع اللوحات اللي انا بينجح فيهم بيكون من بعد ما اكون عم بغير هاللوحه اللي كنت انا بفكر بدي اعمل فيها شيء، وفجاه عم بتوصل اللوحه للاخير برجع بغيرها بتصير احلى ما انا كنت انا بدي افكر اعملها. حلو حلو. يعني تتغير معك اللوحه في اخر لحظه ممكن، عكس ما تخيلتها وعكس ما تصورتها 100%. مثلا هاي ام هاي المقصود كان منها غير هذا الشخص. ايش كان مقصود؟ كان مقصود يمكن كنت عم فكر باحصني. انا كثير بحب ارسم احصني بس لقيت هيدي اكثر، يعني انه طلعت معي هي اكثر. ممكن احنا هنا بنشوف اللون يمكن البني، لون الحصان. عشان كذا يمكن اهم بلي كنت عم بعمل هيدي بس لقيت الباك جراوند كثير قوي. حلو. حسيت انه في شيء اقدر قوي اكثر وطلعت معي هاي اكثر اهم. انا حب كمان اشوف الاحصنه على ال بحب كثير. عندي عندي الحلو. عندي كم تابلو احصنه بحب كثير احصنه. بس هلا المشكله انه رسم الحصان صار يعني في كثير عم بيجي لوحات تقليديه من برا، عم بيجي لوحات كوبي، وخاصه رسم الحصان. بس صار الناس ما بتحب تشتري حصان لانه بتقول لك هذا كوبي. منه خلينا نتكلم على فكره الكوبي استاذ وسام، لانه اليوم مثلا اكون انا حابه لوحه معينه اشوفها الله مبسوطه ايش حلوه وافكرها رسم رسام، وفجاه اروح على البيت ممكن يجيني شخص يكون يفهم في التكنيك او يكون رسام هو بالفعل يقول لي هذه طباعه. قد ايش احنا كافراد ممكن نعرف نميز او نعرف نفرق ما بين اذا هذه اللوحه فعلا من يد رسام ولا مجرد كوبي ويلا؟ ليكي بهالوقت اللي نحن وصلنا له صار فعلا مزبوط. بتروحي بتشتري اللوحه نافره فيها معجونه بس فعلا. كلها كوبي عم تيجي من الفار ايست، عم تيجي من بلدان بيطبعوا 5000 وحده من كل لوحه وعم بيبيعوها بسعر بين 100 لـ50 دولار. يعني انه عم بيبيعوا يمكن حق البرواز اكثر من حق اللوحه. هلا هون ببين من سعر اللوحه، لانه مش معقوله لوحه تنبيع ب 50 أو 100 دولار، لانه اللي راسمها بده فيها 3-4 أيام الرسام اللي راسمها وحق الماتيريال تبعها. معناتها انه معناتها بدها تبين انه معناتها كوبي. لا ومرات ممكن الواحد يدفع فيها 300 حتى و400. في ناس عم تدفع حقها هون بيجي للمحل مثلا بياخذ هذه اللوحه. في فرق معنا بحطها بمحل شعبي، في فرق معنا بحطها بمحل مول كثير مهم مع ديكور كثير مهم. تختلف السعر. وانا برضو ما باخذ لوحه اصليه او باخذ من رسام حقيقي، بتكون برضو زي ما قلت انها يعني جاهزه مجهزه ما فيها اي. في ناس كثير تعرفت عليهم ورحت على بيوتهم. يعني انا بحب كثير بس بيع لوحه بحب روح عند بيت الناس اللي انا رايح على عنده. اول شيء بحب شوف وين عم تتعلق اللوحه، وبحب اتعرف على الناس اللي عم بيشتغلوا اللوحه. في بلاقي لوحات شارينا بمبالغ كثير عاليه بس انه هي طبع. بقول لهم هيدي طبع، ما بيصدقون بس بفرجيهم انه هي كيف طبع، انه اللوحه بتبين من الباك جراوند تبعها، بتبين الهاند ميد تبع الرسام اللي هو بيرسمها، بتبين الزيح اللي بتكون كوبي بتوصل لمحل بتعمل لك كات
بتقطعها لو حابب ينزيها. بتفاجئوا انه شارينا بمبلغ يعني مبلغ كثير عالي، مش مبلغ انه شيء بس من فين من ورا. يا ريتك لو توريني التابلو ببين الهاند ميد اللي هو مشتغله هو هذا. ايوه ببين الشغل الهاند ميد. اول شيء البانتير بتطلع من هون، هذا الاشياء بتشوفيها. ثاني شيء الاصابع الرسام البانتير بتكون عاديه هونيك، لا بتجي بتوصل لهون بتحسيها زيح واحد، زيح واحد، زيح واحد كثير مرتبه وكثير ما فيها ولا غلطه، ما فيها بتلاقيها بس شيح واحد، لانه المكنه بس توصل لاخر الطبع بدها تعمل زيح. وبنشوف ان هنا يمكن ما بتبين على الكاميرا، لكن انا بشوفها بتبين الالوان الطبع فيها. هلا هيدي مش ممكن فيها كثير الوان لانه خف، بس انه عاده بتكون فيها في بيطلع هذا اللي شفتيه هو اللي ببينه معك. هي ما هي باينه يمكن على هو اللي ببينه اكثر، ببينه انه هيدي معناتها انه هاند ميد. هي باينة بتبين دغري، صح، هي باينة يمكن لي أكثر من المشاهدين. أنا ما فيك تبين مبينة. طب طمنوني، قالوا لي مبينة، لأنه فعلا هذه شغلة جدا مهمة. تفضل أستاذ سعد. بعاني منها كثير، وهون بلبنان هلا هون بترجع كمان نفس الوقت إنه للوضع المعيشي بالنسبة للناس. يعني في ناس بتحب تحط تابلوياتها بس ما عندها القدرة تدفع حق تابلوياتها 300-500 دولار 600، بتقلك انه لوحة حلوة بتزين البيت. بس هي اللوحة انا برأيي بالبيت، هي اللوحة هو الشخص، يعني قد في اشي بالبيت شريتيها، بس هي اللوحة اللي بتعني لك اكتر انك تشتري لوحة انت تشوفي حالك فيها. هي فن، هي حب للفن، حب للفن الرسم. وكيف مثلا احنا لما نروح نشتري فستان جديد وانا حريصه انه يكون مصمم، كمان انا حريصه اني لما اعلق لوحه والله ويجوا لي ناس اقول لهم هذا الرسام الفلاني، او مثلا وسام هو اللي رسمها. من هنا نحافظ على الفن، لأننا نحافظ على قيمة الرسامين، ما يمكن نأخذ على طول من يمكن من هذه الطباعة، أو نشجعهم، أو يمكن نشجع سوقهم، لأنه حلو الواحد يحافظ على القيمة الفنية الثقافية أيضا، لأنه هذه ثقافة. أستاذ وسام، حنبدأ نشوف الصور، وريتك تعلق لي على كل صورة ممكن نشوفها، لأنه أنا واثق إنه حنشوف أشياء جديدة. في أشياء حلوة. هذا الهورس اللي أنت عم بقول لك عنه لاحظتني، بحب كثير هالأحصنة هاي. بحب رسم الحصان، بحسه بيحكي انه في 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 مسج يبغى يوصلها او رساله يبغى يوصلها، وخاصه اذا كان عم بيحرك عم بيركض ام شعر الطاير، بحس انه في شيء حلو. انت عملته حلو، يعني انت عملته بشكل كمان مودرن، يعني بعدت عن الحصان التقليدي اللي ممكن نشوفه. بحاول اكثر شيء بلوحاتي اعمل ما اتايد بانه اعملها على مودرن اكثر. هذه رائعه. هولي اشخاص، اذا بتشوفي هذه هولي اشخاص نسوان، اربع نسوان مثل كانه قضاه، مثل اربع نسوان قوايه. حتى بتشوف المره الضعيفه، المره القصيره، المره الناصحه، بس لابسين بس كتافهم عاليه، وبتحسي انه عندهم القوه، يعني منهم ضعاف. الثقه بين الثقه في الاربعه، يعني هنا الثقه يمكن من الكتوف بينت، او من الكتوف ومن التنوع الاجسام، يعني بتشوفي مره كبيره ومره صغيره. حلو، كثير فكرتها حلوه، وكثير انا احب اللوحه اللي يمكن افهم المسج. مرات بعض الرسامين استاذ وسام لما يعملوا لوحه خلوا لي على هذه، هيدي هلا فسر لك هيدي كمان لوحه كثير حلوه. هيدي اذا بتشوفيها المراه فاتي على الرحم عند بجسمها عم تحكي مع البيبي تبعها، ودايره عملها داير القلب. إذا بتلاحظيها مزبوط بيجي القلب عند دير، والوجه فيت عم بيحكي مع البيبي. أنا هذه اللي كنت بقول، حلو إن الواحد على طول يفهم المسج اللي بيوصلها الرسام. مرات الرسام يوصل يكون حابب يوصل فكرة بس ما بتوصل، بيكون الرسم طبعه شوي على أبستراكت كتير، يلي مش واضح. أنا بحب إنه أرسم أمرار هيك، بس بحب أرسم أكثر الأشياء اللي بتنقرا، بس ما تكون واضحة إنك تقريها، إنك تفكر مش فيها شوي. أفكر فيها شوية. برافو. بس أنا عندي مثلا لوحة في البيت أحاول أفكر فيها ماني قادرة، ما قادرة أنا، وما حبيتها لأنه ماني قادرة أفهمها. ما شايف واحد ليه بده يشتري بس لوحة، يشوف لوحة يحس فيها.
يحس فيها. هيدا مثلا منظر بيزاج بس عملها على مودرن كثير. انا بشتغل على اللوحات المقطعه، بحب كثير انه ما يكون خاصه بالبيزاج برسمه بمودرن، بصير بقطع اللوحه بعده قياسات بتصير شكلها مودرن، ما بقى بتشوف فيها لوحه منظر طبيعي بس فيك تصير تتقبلها تنحط مع المودرن، لانه الشرقي ما بينحط مع المودرن. انا لا، عم بحاول اجيب الشرقي على المودرن كثير فكرتها. مثلا هيدي كمان، هيدي فيك تحطيها ستيل هي، بس رجعت قطعتها بطريقه وعملت لوحتين بقلب لوحه، يعني زي ما بتشوفي في الباك جراوند لوحه وفي بقلبها جوا لوحه. هيدي صارت مودرن اكثر ما صارت بس بيزاج. شوف كمان صورة تانية. هيدي كمان كتير حلوة، مرة مصطوبة، وهيدي وقت كان في عنا حرايق عملتها. وفي عين موجودة عم تحرس هالشجرة وبعدها عايشة مش ميتة. من اللوحات اللي كمان كتير كانت عندي ناس. أنا راح ألاحظك إنك كتير يعني جزع الشجرة أو الفروح، فروع الشجرة كتير حلوة وكتير روحك انت يعني بتميزك عن باقي اللوحات بصراحه. انا بحب هالعرق، هذا الناعم بحبه هالعرق يعني. هذا كثير حلو، هيدي مودرن قبلها كمان جدا رائعه. وهنا برضو هذه الصوره اللي في الاستوديو كلها يعني كل اللي فيها شجر وفيها جذع شجره بتشبهك كثير. في ناس بتحبك، في ناس كمان بدك تضطري تعملي لغير شيء. هيدا منظر كنت بعلي واخذت هذا المنظر كمان من اللوحات اللي كثير مطلوبه عندي. هلا المنظر هذا الحلو كثير كثير، هي علي حلوه. هول شوي صرنا بالمناظر الطبيعيه بين الورد. هول ما عندي كثير، بس عندي هول حصانين. الله، هيدي اذا بتشوفيهم معموله بتحس الحصان نافر من التابلو. هيدي من اللوحه كمان على الاشياء هي اللي ما قدرت كنت قاصد انه تطلع معي. يعني هذه لو تنعرض في البيت وحطها فوقها سبوت لايت خفيف من جد حعيش مع اللوحه واروح معاها، لانه من جد جدا معبره ومن جد حسيت انه الحصان حيطلع من انا يعني وقت البرسمه انا بتفاجئ من حالي، بصير قلبي يدق انه بتطلع هيك انه كيف طلعت معي. حلو، بتفاجئ من نفسك اكيد انه بتفاجئ. في كثير لوحات بتفاجئ فيها انه ما بصدق انا عملتها. هاي هيدي كمان من اللوحات كتير بحبها، بحب المدن، الناس فاتي بمدينة جديدة وشارع، من اللوحات اللي كتير حلوة. وكمان ما يعني ما بتبقى عندي كتير، يعني من أول يوم نزلت أنا على الواجهة، تاني يوم كنت مبعد. وهنا كمان بنشوف هذا منظر، هذا كمان منظر بيزاج بس كمان معمول على مودرن، عملها قطعتين. فين هذا المنظر ولا هيدا؟ أكثرية المناظر موجودة بعقلاتي من ظهراتي من لبنان، يعني في أشياء كثير من لبنان. هيدي عملها بين مودرن بين منظر طبيعي، يعني اللوحة بالنص هي منظر طبيعي بس عن جنبها عامل مثل برادة بتحسيها مودرن صارت. لا كثير حلو، كثير من جد حلو. أساساً لبنان كلها حلوة، ولو يعني صورناها يمكن من خلال الرسومات برضو ما حطيت نفس الجمال. ما بتعطي حقها من جد، من عدا سياسية بس من عدا هلا. هنا كمان هيدي الشرقي كمان حبيت شوي، يعني بديك تنوعي شوي، بحب هي الشرقي، الشرقي الأفريقية والشرقي العربية عنا، مرة هيك مرة هيك. حتى حريص إنك تحط أكثر من ناس من روح للمرأة يمكن من خلال صورك، يعني بتحط كذا روح وكذا فكرة وكذا. بس إذا بتلاحظي بعطي حق المرأة بجسمها بشكلها بطبيعتها، يعني هون حتى بتشوفي حتى المرأة الفاعلية، المرأة اللي كانت تشتغل من زمان حلوة، حتى بلبسها بشكلها، المرأة الشغيلة حتى الأفريقية كمان إنه بجسمها الحلو كمان عم تشتغل. صح، لو هيدي هلا بهالعصر هيدا ما بتشتغل هيك، بتكون عم تكون غير هيك. نعم. يعني هنا هذه كمان الصورة، هيدي كانت انعملت لأوضة نوم حية، واستغربت انه بدك تحط لي حية بالأوضة، قلت لها انه جربيها، ألوانها سموه من نفس اللون الأوضة، صارت صاحبي بعد مدة، صارت صاحبي هي وياها. صارت صاحبي، صارت بتفوت وعندها قوة انه موجودة، في شيء صار قوي معها، يعني حتى اول شيء نأجت منها بعدين صارت
اصحابي وياه انه عايشه معه. حلو هي. حلو. احنا حنشوف كثير كمان من الصور وحنشوفك ايضا اللي حترسم معنا في الاستوديو من هيك اشياء مودرن شوي الوان انه هيدي بحبها كثير. حلو وسهله ونقدر نشوفها مع بعض. حنشوفها سوا، حنشوفك من خلال التحضير ايضا. بس حروح مع فاصل قصير وراجعين مكملين.